اليوم ننظف بيتنا. في صباح اليوم الجمعة قالت أمي: اليوم ننظف بيتنا. ساعدت أمي في غسل الأواني وكنس البيت وترتيب الأثاث، ونظمنا الملابس في الخزانة. أما أختي الكبرى فأخرجت الأفرشة والزرابية إلى الشرفة. وفي المساء جاءت صديقتي مريم لتلعب معي فقالت: ما أروع بيتكم، نحن أيضا سننظف بيتنا الأسبوع القادم. وعليكم السلام.